عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. عبد المجيد تبون كيدير اجتماع استثنائي وعلى السريع ويقرر كالاتي: إعادة النظر في العلاقات مع المغرب. والله ما كنكذب عليكم، هذا الشيء اللي قرر، إعادة النظر في العلاقات ديالو مع المغرب. اي ما كاينش علاقات اصلا مع المغرب، ولكن راه الجزائر هذه قوة اقليمية، راه كيديروا علاقات واخا ما يكونوش دايرين معاك علاقات، هما دايرين علاقات في الخيال ديالو، وهما الان غادي يديروا إعادة النظر فيها. ما عرفتش شنو غادي يكون وراء هاد إعادة النظر، يمكن غادي يسدوا الحدود، اصلا الحدود مسدودة، يمكن ما غاديش يبقاو يصدروا لنا المنتجات ديالهم، اصلا هما ما كينتجوش، هما فقط خلقوا ليستهلكوا. اشنو غادي يجي مور هاد إعادة النظر؟ غادي نتسناو جنرالات الجزائر شنو غادي يديروا. قرروا انهم يشريوا 6 طائرات من روسيا. اي هما ما كيتعاملوش مع اي دولة، فقط الخردة ديال روسيا، وجميع المشاكل اللي وقعت في الجزائر مؤخرا نسبوها للمغرب. المغرب هو اللي شعل الحرائق، هو اللي قتل الشاب الجزائري، هو اللي ما شراش الطائرات باش يطفيو الحرائق، هو اللي كيسلح حركه الماك واخا هما ما عمرهم شدوا السلاح. وهاد الضربه ديال اسرائيل جابت لهم التمام، وحنا غادي نشوفوا الطريقه باش كيهضروا هاد المحللين. هاد الناس خلقوا باش يفوجوا علينا. غادي نخليكم مع هاد الفيديو ونخليكم تسمعوا الطريقه باش كيهضروا وداك السعر اللي راكبهم من جهه المغرب. خليكم مع الفيديو ونتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. مساء هذا اليوم المجلس الأعلى للأمن عقد اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. أهم الخطوط هي إعادة النظر في العلاقات مع المغرب، وأيضا وجوب استئصال الحركتين الإرهابيتين الماك ورشاد، طبعا هذا بعد ثبوت ضلوعهما في الحرائق التي نشبت في عدد من ولايات الوطن، وأيضا في الجريمة الشنعاء لاغتيال الشاب جمال بن اسماعيل. طبعا الآن أقرأ نص البيان كما جاء مساء هذا اليوم. إذن ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء 18 من أوت 2021، اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأخيرة الأليمة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر. وأضاف البيان: وبعد تقديم المصالح الأمنية حاصلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لا سيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أسدى الرئيس تبون تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين الماك ورشاد في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن اسماعيل. وفي هذا السياق قرر المجلس الأعلى للأمن زيادة على التكفل بالمصابين تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل القبض على باقي المتهمين في المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتان تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما الماك التي تتلقى الدعم والمساندة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية. طبعا وفي ختام الاجتماع حسب البيان، وهذا حتى تكون هناك إجراءات استباقية ضد الحرائق، كلف رئيس الجمهورية الجيش الوطني الشعبي باقتناء 6 طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق، مشددا على قدسية الوحدة الوطنية، ومجددا بالمناسبة تقديره للهبة التضامنية للشعب الجزائري وشكره لكل الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وقطاع الصحة والمواطنين المتطوعين على المجهودات الكبيرة المتواصلة لإخماد الحرائق. انتهى بيان المجلس الأعلى للأمن. طبعا لمناقشة هذا الموضوع وهذه القرارات هامة، خصوصا ما يتعلق بإعادة النظر في العلاقة مع المغرب، والحديث حول المنظمتين الإرهابيتين الماك ورشاد، والتمويل الصهيوني والتمويل المخزني لهما، دكتور صيداوي لو أبدأ معك، قرارات هامة وتسمية الأمور بمسمياتها في هذا البيان، أهم النقاط التي لفتت نظرك دكتور؟ نعم طبعا، من التلميح إلى الخطاب المباشر، لأن هذا الاجتماع، هذا البيان صدر بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن. لما نقول مجلس الأعلى للأمن يعني أنه تناول وعالج معلومات استخباراتية خطيرة جدا ودقيقة جدا ومتأكد منها جدا. هذا ما معنى
مجلس الأعلى للأمن، يعني الدائرة الضيقة التي يجب أن تعرف كل ما يحدث في الجزائر ومن وراء فعل ذلك. طبعا تريثت بعض الأيام رغم التسريبات التي حدثت، ولكن الآن وضعت النقاط على الحروف. التنظيم الإرهابي الماك، وهو تنظيم انفصالي يقوده المدعو فرحات مهني، الذي استقبله الكنيسة الإسرائيلي. نعم. استقبله الكنيسة الإسرائيلي وخطب في الكنيسة الإسرائيلي، بمعنى أن الموساد وراءه وهو يتعامل مع الموساد ويخدم أجندة الموساد. وقال بوضوح دكتور سيداوي، المغرب. دكتور سيداوي قال بوضوح، وعندنا أكبر حجة ودليل على ذلك، لأنه في بيان مجلس الأعلى للأمن قال أيضا الرئيس عبد المجيد تبون المتراكمة، يعني أفعال المغرب المتراكمة مش فعل أول، فما تراكم. الحجة الكبيرة هي سفير المغرب في نيويورك في الأمم المتحدة وزع منشورا بيانا على دول على سفراء دول أجانب يدعو فيهم إلى دعم الماك ودعم ما يسميه بانفصال جمهورية، ما يسميه بجمهورية القبائل وانفصالها واستقلالها عن الجزائر. إذا الماك مدعوم رسميا بالحجة وبالدليل، يعني من الكيان الصهيوني ومن المغرب. وطبعا وزير الخارجية الصهيوني كان في المغرب وهدد الجزائر انطلاقا من المغرب، وقال الجزائر لدي علاقات مع إيران إلى آخره إلى آخره. إذا هذا البيان وضع نقاط على الحروف. طبعا حركة رشيد أيضا معروف من يمولها ومن وراها، لكن البيان نفسه قال لا سيما الماك. طبعا يعني طبعا الماك وذكر مموليه. نعم. من غربيين وبصوره خاصه الكيان الصهيوني. ربما دكتور العيد زغلامي، اذا الكثير من الاسئله والكثير من الفرضيات كانت في خصوص الحرائق التي نشبت مؤخرا والحادثه الاليمه المفجعه لاغتيال الشاب جمال بن اسماعيل. هذه المره بيان المجلس الاعلى للامن يضع النقاط على الحروف مثل ما قال الدكتور رياض الصداوي، من التلميح الآن إلى التصريح. هناك منظمتين إرهابيتين الماك ورشاد، هنالك تمويل مغربي وصهيوني. مساء الخير، بسم الله الرحمن الرحيم لك ولضيفك وكل العمال البلاد ومتابعيها، وكذلك عاشوراء مقبولة للجميع إن شاء الله. أعتقد الجميع جليا أن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى اليوم يدل على أن الأمور أخذت منحة تصاعدي من طرف المغرب، وأن الأمور بدأت تتضح بأن هناك حقيقة محاولة لجر الجزائر في حرب بين الجزائر والمغرب، ونظن أساليب وتقنية التحريض والاستفزاز قائمة. وضيفك تكلم عدد الأمور التي وظفها المغرب منذ مدة، أمور سياسية، أمور أمنية، أمور تجسس وغيرها وتحريرية. نظن أعتقد من باب الاقتراح المتواضع هو أن حان الأوان بعدما تم يعني استدعاء السفير الجزائري في المغرب، حان الأوان وبعدما تم غلق الحدود، نظن نتجه تدريجيا نحو غلق أو بالأحرى يعني قطع العلاقات الجزائرية المغربية، وهذا نظن لا نريده، ولكن لتفادي لأنه هذا ربما كان سؤالي دكتور زغلامي. أنا كنت سأطرح سؤال عليكم ضيفي الكريمين، إعادة النظر في العلاقات، ما المقصود بها؟ أنا أقول المقصود هو أن نضع حد يعني كما يقولوا بالدرجة الباب يجيك منه الريح أغلقه مستريح، لأن الآن الجهة المغربية أصبحت مصدر. ربما دكتور زغنامي ما جاناش فقط منه الريح، جانا منه الريح والمخدرات والمهلوسات وحرق الغابات والإجرام. يعني الريح هو مجال لكل المناورات، وكما تفضلت لكل طبيعة الحال كل السموم التي نتلقاها من الجرى المغرب. أعتقد حان الأوان أن يعني عوض أن ندخل في حرب، ولو أن الحرب قائمة، حرب نفسية، حرب إعلامية من طرف شنتها من طرف دولة المغرب طبيعة الحال بإعاز من الكيان الصهيوني وجهات أخرى. نظن حان الأوان أن نضع حد لهذا وننهي هذا الأمر. نعم دكتور زغلامي، نعم، ليست وليدة يوم أمس، حتى منذ 1983. نعم نعم، نتعامل مع هذا الوضع غير مستقر من طرف المملكة المغربية. نعم دكتور رياض سيداوي، ربما بخصوص العلاقات مع المغرب،
يعني الجزائر كانت قد سحبت سفيرها من الرباط عقب تلك الوثيقة، والتي دلت بشكل واضح أنه من يحرك الماك في المنطقة هو المغرب وحلفائه الصهاينة. والجزائر طلبت توضيحا وطلبت تفسيرا، لحد الآن لم تتلقى الجزائر هذا التوضيح من هذه الخطة الدبلوماسية التي قام بها الدبلوماسي يمثل المخزن المغربي. وبعدها بأسابيع جاءنا ملك محمد السادس يتحدث معنا بلغة رومانسية جدا، نحن أشقاء، نحن إخوة، والشر لا يأتينا، بينما كل الشرور. حتى يائير لابيد هدد الجزائر وتحدث عنا بلغة عدائية، وجنبه ناصر بوريطة يصفق ويبتسم. وهذا هو الإشكال، لأنه بيان مجلس الأعلى للأمن تحدث عن أفعال متراكمة، تراكم أفعال عدائية من المغرب. يعني ليس فعل، ليس اثنين، ليس ثلاثة، أنا عددت تقريبا خمسة وستة. نذكر وهي بدأت بناء قاعدة عسكرية على الحدود الجزائرية، ثم مناورات عسكرية ضخمة مع الحلف الأطلسي، ثم تحركات السفير المغربي في نيويورك ومطالبته بانفصال القبائل، وهي جزء لا يتجزأ من الجزائر. نذكره أن القبائل استشهد من أجلها أي دع ميروش، واستشهد من أجلها مجاهدون كثيرون، أي إذا كريم بالقاسم وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وكانت معقل للثورة، بدأت حتى الثورة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي حتى قبل نوفمبر 1 نوفمبر 1954. هذه منطقة القبائل الوطنية ولا غبار على وطنيتها. إذا هذه طبعا تراكمت، طلبت الجزائر توضيح لم يرد المغرب، إضافة إلى تجسس على 6000 هاتف جزائري. نعم، بيجاسوس مع الموساد الإسرائيلي هو شيء هام جدا، لأنه يا ليت فقط المغرب يعادي الجزائر فقط يعني عداء ثنائي، وإنما يوظف علاقته مع الكيان الصهيوني ويعبى الكيان الصهيوني ويحشد الكيان الصهيوني ضد الجزائر، وهذه الكارثة، لأن هذا تسمى خيانة عظمى، سواء بالنسبة لاتحاد المغرب العربي وتسمى خيانة عظمى، بالنسبة للجامعة العربية تسمى خيانة عظمى، منظمة المؤتمر الإسلامي تسمى خيانة عظمى، منظمة الاتحاد الأفريقي نفس الشيء. أيضا المغرب هو الذي يدخل مراقب إسرائيلي في منظمة الاتحاد الأفريقي، بينما الجزائر تسعى مع رئيس بايس سعيد وتونس والدول الأفريقية الشريفة من أجل طرد هذا الكيان الهجين الذي دخل منظمة الاتحاد الأفريقي بسبب المغرب وغيره. إذا تراكمت الأفعال، وآخرها طبعا وليس آخرا هو وزير الخارجية الصهيوني يهدد الجزائر من المغرب. يعني عار وعيب كبير جدا، بل خيانة عظمى، أنك تستنجد بالكيان الصهيوني بوزرائه وبالموساد وغيره وتنسق معه لضرب أمن الجزائر. اليوم نتحدث عن حرق الغابات الجزائرية، الماك وراءه طبعا المغرب والكيان الصهيوني وحتى فرنسا، يعني الدولة الاستعمارية التي لم تقبل أبدا بتحرر الشعب الجزائري وبحريته، مليون نصف شهيد، وكيف طردت مذلولة مهزومة من الجزائر بفضل الشهداء وبفضل الثوار الذين جاهدوا. إذن فرنسا نفسها تدعم هذا الماك، وأيضا حركة رشاد معروف كما قلت من يدعمها، كلهم يستهدفوا الجزائر. لماذا؟ السؤال مطروح، ولماذا الجزائر بقطع النظر حتى نعم، وحتى ربما في قضية الأستاذ صيداوي، لأن الجزائر ضد التطبيع، دكتور صيداوي، التطبيع، لأن عبد المجيد تبون هاجم المهرولون نحو التطبيع. صحيح. نفس الشيء الرئيس قيس سعيد قال التطبيع خيانة عظمى وليست وجهة نظر. وعلى فكرة 72 حريق أيضا في الغابات التونسية، من يعادي التطبيع تحرق غابات. ربي يحفظ إن شاء الله الجزائر وتونس وكل الدول، نعم، جباله إلى آخره. إذن اللعبة أصبحت واضحة، العدو أصبح واضحا، النقاط وضعت اليوم على الحروف وأصبحنا نعرف من هو العدو. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلونا الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش علينا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركاش معنا تشترك وتفعل الجرس باش يوصل الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفه في فيديو جديد. السلام عليكم.